إنشاء مجلس المخاطر الوطنية برئاسة ولي العهد وسفارة السعودية في الأردن لا سعوديين في حادثة البحر الميت وتوجه بتوخي الحيطة والحذر. وتتابعون معنا في هلا الرياض تحتضن منتدى التسويق الأول واختتام مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بنجاح باهر وصفقات ضخمة. حياكم الله، أنا جمال المعيقل وحييكم ورحب بكم في حلقة جديدة من يهالة. البداية من إنشاء مجلس المخاطر الوطنية، إذ وافق مجلس الوزراء على إنشاء مجلس المخاطر الوطنية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ووفقا لبنود القرار تمت الموافقة على قيام وحدة المخاطر الوطنية بأعمال عديدة كإجراء تقويم شامل للمخاطر الوطنية وتحديد مواطن الضعف، كذلك دراسة وإعلان رفع مستوى الجهوزية ضد المخاطر وإعداد حلول لمراقبة المخاطر ومتابعتها. السفارة السعودية في الأردن دعت المواطنين السعوديين المتواجدين هناك لتوخي الحيطة والحذر، وذلك إثر التقلبات الجوية التي تشهدها الأردن، وهابت السفارة بالمواطنين أيضا إلى متابعة ما أصدر عن دائرة الأرصاد الجوية الأردنية والاتصال بأرقام السفارة التي تعمل على مدار الساعة عند الحاجة. العزاء طبعا للأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية للأضرار التي وقعت هناك، والتي أكدت المملكة وقوفها مع الأردن بكل إمكانياتها حكومة وشعبا. خبرنا الآخر من المحكمة، حيث حكمت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة على الفتاة التي احتضنت الفنان ماجد المهندس خلال حفل غنائي في الطائف بالسجن لمدة عام. وذكرت صحيفة مكة أن المحكمة اكتفت بمدة توقيف الفتاة خلال الفترة الماضية التي تقارب 4 أشهر. فاصل ونعود. حياكم الله من جديد. حضور قوي، صفقات استثمارية عالمية، كلمات قالها ولي العهد تبشر بشرق أوسط جديد ومختلف جغرافيا وسياسيا واقتصاديا. جميع وسائل الإعلام تناقلت هذه الرسائل، وصلت هذه النجاحات، اختتمت مبادرة مستقبل الاستثمار بنجاح سعودي عربي أسعدنا كثيرا. نتابع هذا التقرير ثم نعود لفتح هذه المرة. برعاية خادم الحرمين الشريفين ورئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اختتمت مبادرة مستقبل الاستثمار وسط حضور مميز لزعماء العالم التي احتضنتهم العاصمة الرياض في مبادرة مستقبل الاستثمار، لتؤكد النجاح الباهر لهذا الحدث في ظل قيادته الحكيمة على الرغم من الحرب المأجورة التي شنتها وسائل إعلامية عدة وباءت بالفشل ضد السعودية العظمى. 90 دولة من دول العالم أرسلت وفودها لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة، وأكثر من 150 متحدثة يمثلون أكثر من 140 مؤسسة مختلفة، أكثر من 4000 ممثل اقتصادي ومصرفي وتجاري، 40 جلسة وورشة عمل شهدتها مبادرة مستقبل الاستثمار، ما برهن ثقل المملكة الكبير
سياسيا واقتصاديا في المنطقة والعالم. توقيع أكثر من 25 مذكرة واتفاقية استثمارية بقيمة تجاوزت 56 مليار دولار تركزت في قطاعات ضخمة أبرزها النفط والغاز والبنية التحتية. هذه ليست إلا البداية فقط ليكون الشرق الأوسط بقيادة السعودية أوروبا الجديدة. أنا أعتقد أن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط. بلوغ القمم وشحذ الهمم، بلادي هي للمعالي علم، فدمت ودمنا دروعا ودم، مليكا علينا وتاج النعم، عظيمنا نحن بها خير أم، ففيها حكيم بعزم وحزم. لدينا جبل دائما نضرب فيه المثل اسمه جبل طويق، لدى السعوديين همة مثل هذا الجبل، همة السعوديين لن تنكسر إذا انهد هذا الجبل وتساوى بالأرض. محمد العرجاني، يا هلا. الختام كانت لكلمات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. هذا الأمير الملهم، هم يتساءلون لماذا نحب محمد بن سلمان، لأنه محمد بن سلمان وعدنا ونفذ الكثير من الوعود خلال 3 سنوات، هي مدة قصيرة بعمر الأمم. قاد أحلامنا، بدأ في تحقيق هذه الأحلام. لن ننتظر المستقبل أن يأتي لنا، سنصنع نحن المستقبل. هذا ما نراه اليوم واقع نلمسه في كل مكان. لذلك نحن نحب محمد بن سلمان ونؤمن أن محمد بن سلمان سينقلنا إلى المستقبل، إلى اقتصاد أفضل، إلى منطقة فيها تنمية أكثر، ليس لنا فقط وإنما لكل شعوب الأمة العربية. الأستاذ محمد السويد الخبير المالي ضيفي هنا في الاستوديو للحديث عن مبادرة مستقبل الاستثمار التي اختتمت أعمالها خلال 3 أيام الماضية، والتي شهدنا فيها توقيع اتفاقيات تجاوزت 200 مليار دولار. الأستاذ محمد، شكرا لتلبية الدعوة. نبارك لأنفسنا ونبارك لكم ونبارك لكل السعوديين نجاح هذا المؤتمر. اليوم إذا كان فيه رسالة يمكن أن نختصرها من خلال الاتفاقيات، من خلال أنشطة مبادرة مؤتمر الاستثمار، ما هي الرسالة اللي نستطيع القول أنه المؤتمر نجح في إيصالها على الاقتصاد السعودي؟ طبعا يعني المؤتمر مختلف السنة هذه. يعني المؤتمر وضع في البداية يسوق، أو حسب فهمنا يعني الآن أنه يسوق الاستثمارات، الاستثمار في السعودية والاستثمار في المشاريع الجديدة للصندوق والمدن والشهر. لكن يعني سمو ولي العهد تكلم بكلمة يعني صراحة يعني كلنا تحمسنا معها كثير جدا وطمننا أكثر، ويعني مصممين أكثر الآن على الرؤية وعلى مشاريعه وعلى أهدافه. أن الكلمة اللي يعني الفتت نظرنا اللي هو موضوع أن الآن الاهتمام السعودية مو بس فقط للسعودية، هو للمنطقة، للشرق الأوسط تحديدا. وما استبعد أن يكون المشاركة في المنتدى هذا خلال الفترة القادمة تكون بس مو بس فقط لمشاريع الاستثمار في السعودية، أيضا مشاريع الاستثمار في الشرق الأوسط، دول الخليج أو الدول العربية الأخرى يتوسع بشكل أكبر. وهذا اللي نتأمله أيضا إن شاء الله، أنه يعني يكون قائد للمنطقة الاقتصاد، لأن دائما السعودية كانت قائدة لاستقرار السياسي في المنطقة، والآن قائدة لنمو الاقتصاد خلال الفترة القادمة. أساسنا تكون أوروبا أو الوجهة أو التوجه الأوضح الآن أنها تكون أوروبا القادمة. فيعني هذه يعني هذه التطورات الجديدة اللي احنا شفناها في المنتدى يعني جدا تدعو للفخر، وصراحة تدعو للتفاؤل بشكل كبير. طيب اليوم أستاذ محمد، يعني كلنا نعلم أنه قبله وخلال المنتدى كان في حملة تشويش كبيرة جدا، صحيح، على المنتدى وأهدافه، ووصلت الدرجة إلى التشكيك بقدرة الاقتصاد السعودي ومتانة الاقتصاد السعودي سواء على المدى المتوسط أو المدى الطويل في استقطاب استثمارات أجنبية، في استقطاب مشاريع رأسمالية تنفق فيها الحكومة مع شركاء آخرين. اليوم أو خلال الأيام الماضية وجدنا أنه لا، كل هالكلام هذا كان غير صحيح،
كثير من الشراكات مع أسماء عالمية في 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 قطاعات كثيرة يعني تفوق أكثر من 16 قطاع وجدناها. هل هذا دليل آخر على أنه الاقتصاد السعودي على 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 المدى الطويل بالفعل؟ والأمير تكلم بلغة الأرقام أنه إحنا اليوم تجاوزنا مرحلة الإيرادات الغير نفطية وحققنا أرقام جيدة على مستوى الاستثمار في صندوق الاستثمارات العامة، تجاوزنا أيضا. السؤال اللي يطرح الآن، أين ستتجه استثماراتنا القادمة برأيك؟ جميل. وانت ايضا تكلمت عن موضوع الاقتصاد، فخلينا ناكد على الموضوع هذا. احنا مو نتكلم كمجامله او ما نوضح، لا بالعكس. بالنسبه لي انا اشوف البرامج اللي موجوده تحديدا برنامج التولي المالي، برنامج صندوق الاستثمارات العامه، يخليني مطمئن جدا للاقتصاد. يعني هذه يعتبرها زي الوساده اللي قاعده تحمي الاقتصاد اللي انا قاعد اشوفه. صح يمكن كان فيه بعض من الربكه في 2015 2016 و17 من التغييرات اللي قاعده تصير في الريستركشر السريع، الكويك فيكسز اللي تكلم عنها سمو ولي العهد قبل الفتره الماضيه، واثرت اكيد على المستثمرين، اثرت على بعض الارقام اللي حصلت في الفتره الماضيه. لكن تم تدارك اشياء كثيره بدايه السنه هذه، خاصه في الميزانيه، اعلان الميزانيه، والتاكيد على التزام المملكه في موضوع النمو والصرف تقريبا 6 تريليون على الأقل خلال 6 سنوات إلى 2023 اللي هو تم إقراره مع بداية السنة مع ميزانية 2018. فهذه الأشياء يعني عودة، هذا خلينا نقول حنا عودتنا الآن للطريق الاستقرار، أو خلينا نقول مسكنا أول بداية الطريق الآن. عشان كده احنا نشوف يعني خلينا نقول تعديل في أرقام النمو من موديز قبل أسبوعين تقريبا، نمو من أقل من 2% إلى 2.5% وأكثر، لأن الآن رجع العوامل اللي تأثر على الاقتصاد. فبالنسبة لي أنا مطمئن جدا بالنسبة للاقتصاد، لله الحمد عندنا تمويل موجود، وجود الضرائب الآن جديدة قاعدة تعد، أيضا قاعدة تضيف استقرار أكبر للتمويل الحكومة للفترة الجاية للأعمال الحكومية، لأنها في نمو كبير وراح يعني تأخذ حيز أكبر مع الإيرادات اللي جاية من النفط في تمويل الأعمال الحكومية. فالستة مليار عفوا 6 تريليون اللي ملتزم فيها الآن الميزانية إلى 2023 هذه إن شاء الله موجودة، يعني ما راح يعني تتغير. فبس خليني أضيف حاجة يعني، بس الشيء الوحيد المقلق يعني اللي الآن مو مقنعني في أو ماني مطمئن فيه، اللي هو موضوع النمو المضاعف اللي احنا محتاجينه، اللي هو احنا نقول بعض يسميه الاسي والاكسبوننشال جروث. احنا محتاجين نمو الى 2030، محتاجين نمو في الاقتصاد اكثر من 8-10% الفتره الجايه. ما تعتقد انه الانفاق الراسمالي هو سبب من اسباب اللي محفزه للنمو بشكل او باخر في حال استمرارها؟ ان شاء الله طبعا. بكل تاكيد، وهذا اللي انا اقول لك، انا الان مطمئن جدا أن الوضع في الاقتصاد السعودي ما أعتقد راح يكون فيه انكماش الفترة الجاية زي ما حصل في السنتين الأخيرة، لأن خلاص في سنة 2017 كانت على الكل يعني طبعا كان فيها تحدي بالنمو. بالضبط، كان في تغيير كامل للستركشر، كان في تطبيق للبرنامج التوازن المالي، وأنا أشوفها عمل صراحة جميل جدا وجبار، لأن وجود الحين العوائد غير النفطية ونموها بشكل كبير، هذا الآن بيدعم استقرار التصنيف الائتماني للسعودية خلال السنوات القادمة. فعشان كذا أقول لك أنا الآن مطمئن كثير بالنسبة للوضع الاقتصادي خلال الفترة القادمة. الشيء الوحيد اللي بس يعني مقلقني الفترة الجاية، اللي هو كيف راح نجيب النمو المضاعف هذا اللي بيكون أكثر من 5-6-8-10% بدون ما يكون في صرف حكومي، لأن إذا كنا نبغى نمو زي هذا وبصرف حكومي زي ما كان في العشر سنوات الماضية من 2004 إلى 2014، معناها محتاجين نصرف على الأقل في السنة الواحدة تريليونين أو أكثر، وهذا طبعا ما هو من ضمن الخطة. فأقول لك هذا الشيء الحين دي. السؤال اللي ينطرح أستاذ محمد اليوم، كل اللي حضر مؤتمر مبادرة الاستثمار، خلينا نبسط بس المسألة لمن يتابعنا من الناس. بالضبط. اليوم لما نقول انفاق رأس مالي، احنا نتكلم عن استثمار طويل الأمد ونمو اقتصادي مستدام. الآثار اللي اليوم بيلمسونها الناس العادية، المواطنين البسطاء، وش أبرز النتائج اليوم اللي ممكن تلمسها الناس
من الانفاق الرأسمالي للدول؟ وش أبرز النتائج؟ هو يمكن أهم شيء اللي هو ثروات الناس ودخلهم على مدى السنوات هذه القادمة كلها ووجود الوظائف لهم والسكن والشيء هذه اللي المفروض يعني اللي يلمسها الناس خلال الفترة القادمة بس عاد كيف شكلها كيف طريقتها هي اللي ممكن تكون مختلفة. في الآن أيضا عملية الادخار خلال الفترة القادمة راح يكون في إمكانية للادخار بالنسبة للمواطنين بشكل أفضل مع التغييرات اللي قاعدة تصير في إعادة هيكلة أسواق المال وإعادة هيكلة التمويل الحكومي وأشياء كثيرة أخرى. فهذا اللي بيلمسونها طبعا الآن خلال أيضا إحنا نبغى نفهم حاجة مثل أو يشرح خليني أشرح حاجة اللي هو موضوع المنتدى يعني منتدى الاستثمار هذا الغرض منه بحسب فهمي أنه زي ما قلت لك يسوق المدن هذه أنه مو بس فقط الاستثمار الحكومي أو رأس مالي عفوا يبي يجي من الصرف الحكومي لا هو بعد سنتين بعد سنة سنتين من الآن المدن الجديدة هذه النيوم البحر الأحمر القدية وغيرها هذه محتاجة استثمارات من القطاع الخاص أجنبية. فهذا اللي قاعد يصير الآن اللي احنا قاعدين نشوفه أن الآن فيه بناء البنية التحتية بحسب الخطة اللي موضوعة توفير المرافق فيها والأشياء هذه كلها عساس مجرد ما تكون جاهزة للاستثمار المستثمرين موجودين يستثمروا فيه وهذا طبعا أو جاهزة قصدي للمشاريع الأخرى الإضافية يكون خلال السنتين هذه إلى أن تكون جاهزة منتدى الاستثمار أدى دوره أنا جاب المستثمرين عرف يعني العالم بقيادة السعودية للموضوع هذا يعني فالمنتدى يعني ما هو مجرد منتدى أو PR أو علاقات عامة أو تسويق لا هو استراتيجي تكتيك استراتيجي بحسب فهمي أنه الغرض منه أنا لفت العالم لفت نظر العالم أنه الله فيه عندنا استثمار سواء جو الأمريكان استثمروا جو الروس استثمروا جو الصين استثمروا كويس زي ما شفنا احنا الفرص متاحه وتفضل بالضبط زي ما احنا شفنا في الاتفاقيات اللي وقعت اكثر من 50 مليار دولار هذا ترى على فكره هذا من برنامج تقريبا واحد برنامج من برامج الرؤيه هذا واحد تقريبا الجزء كبير من البرنامج تطوير الصناعات زي ما معالي الوزير صحيح يعني الوزير الفالح فما بالك بالبرامج الثانيه وما بالك بالخطط الاخرى اللي موجوده. طيب وهنا يمكن ياخذنا الحديث المسار اخر لما نتكلم عن الصناعات اليوم احنا يمكن خلال 50 سنه اللي راحت كان لنا محاولات كثيره اننا نخرج من عباءه الايرادات النفطيه وسيطرتها على ميزانيه الدوله وخلق عناصر أخرى لتنويع الاقتصاد الصناعة هي أحد العوامل المهمة اليوم في تنويع مصادر الدخل. في تحولات كبيرة تمت بالصناعة خلال 30 سنة الماضية انتقلت فيها الصناعة من صناعات ثقيلة إلى أن وصلنا للحديث عن اليوم عن الثورة الصناعية الرابعة. اليوم الاتفاقيات اللي وقعت ما كان هدفها بس انه فقط اني اخذ منك حجم اعمال معين او تنفذ لي حجم اعمال معين انما نطلب النوهاو او كيف انا انفذها انقل هالتقنيه لداخل المملكه. لاي مدى اليوم احنا جاهزين وقادرين بالفعل على قياده خلينا نقول تحول رقمي ذكاء صناعي؟ هل يمكن أن نشاهد ذلك خلال السنوات القادمة؟ هذا اللي إن شاء الله إحنا نأمل به. يعني لو تلاحظ معي السنوات الماضية اللي ذكرتها قبل شوي شاطلة كان معظم الدعم الحكومي يتوجه للمصانع تحديدا وللصناعات كان في الصرف عليها أكثر من الصرف على البنية التحتية لتجهيز البلد لاستقبال الصناعيين أو الصناعات المختلفة. فهذا عائدها ثقيل وبعيد مو مستدام اصلا لانه اصلا يخلي القطاع الصناعي معتمد على الدعم الحكومي. الان الوضع مختلف احنا شفنا راس الخير وغيرها وقطار وادي الشمال وقطار ايضا. فالان التركيز من الفتره الاخيره تقريبا 10 سنوات الماضيه انا اشوفها والان يعني تركيز اكبر كله على البنيه التحتيه وعلى خلينا نقول الممكنات او الانيبلرز اللي محتاج لها القطاع الصناعي اللي خاصه اللي فيها استثمار راس مالي كبير حتى لو مو بما يعني بمشاركه القطاع الخاص لا ممكن الدوله هي نفسها تصرف عليه وتاسسه. فالان الوضع مختلف
وهذا اللي أنا يعني متحمس له كثير، وكثير من أعتقد حتى القطاع في الصناعي متحمسين له كثير، لأن الآن التوجه لتجهيز البيئة خاصة اللي محتاج استثمار بنية تحتية كبير، ولما تجهز البيئة عاد شوف شو الصناعة اللي ممكن تطلع. يعني مو معقولة أجي أدعم صناعة مثلا في السعودية وفي النهاية تطلع مو ضرورية بعد 5 سنوات أو 10 سنوات، فيصير الفلوس اللي صرفتها على الصناعة هذه والخبرة هذه ما منها أي فائدة، فيترك الموضوع للقطاع الخاص تحديد بالضبط وش اللي هو يبغى يستثمر فيه. طبعا مو بس القطاع الخاص السعودي، أيضا القطاع الخاص الأجنبي كويس، وممكن يوفر له الدعم بشكل أو بآخر، بس مو بالدعم اللي يخليه يعتمد على طيب أنا بسألك باختصار، ولو أنه هذا يعني اليوم في حراك حكومي مع شركات عالمية تجاه اتفاقيات شفناها ولمسناها اليوم بالمؤتمر، ولاحظنا نتائجها بين اتفاقيات ومذكرات تفاهم. اليوم السؤال اللي يطرح، دور القطاع الخاص محوري، أنا أتكلم عن القطاع الخاص السعودي، دوره محوري اليوم في التحول في الرؤية، هو سيكون مساهم كبير جدا في الناتج المحلي. وش التحديات اللي اليوم بالفعل تواجه القطاع الخاص السعودي ليكون أيضا يعني قائد لهذا التحول؟ سؤالك جدا 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 مهم، أنا شاكر لك أنك سألته. ليش؟ لأن اللي ملاحظ أن القطاع الخاص دائما يجمع أو يصور على أنه مشكلته الوحيدة في العمالة، وهذا مو بصحيح كويس. العمالة هذه واحدة من المشاكل حقت يعني الوحيدة اللي ممكن تساعده وممكن ما تساعده، يعني وزارة العمل ما تتحمل الموضوع هذا كله، ولا المفترض أيضا أنها تتحمل موضوع الأمور أخرى متعلقة في البطالة. بس أقول لك القطاع الخاص اليوم محتاج تحسين في التشريعات. يعني يا أن القطاع مثلا بعض القطاعات تكون في القطاع للقطاع الخاص تكون مشرعة زيادة عن اللزوم، أو أنها تكون مية مشرعة نهائيا، فمحتاج يكون فيه وسط في الموضوع. أنا أجيب لك مثال، فيها إلى اليوم في تشريع خاص بالمؤسسات الخاصة على أساس يستخدم القطاع المالي اللي هو Special Purpose Entities. الموضوع هذا شغال له 2 أو 3 سنوات إلى الآن ما بعد طلع، محتاج له القطاع المالي علشان يبدأ يطرح سكوك بيتوسع فيها ويديرها وأشياء ثانية كثيرة، فتأخر فيه سيء جدا للقطاع الخاص أنا أشوفه، وللاقتصاد أيضا بشكل عام. هذا واحد. نقطة ثانية، التشريع الخاص بشركات غير ربحية اللي يسمونها NGO إلى الآن ما بعد صدر. يعني مثل تشريع زي هذا مو بس بيساعد القطاع الخاص، أيضا بيساعد يفتح فرص كثير، لأن الآن فيه ناس كثير يعني عندهم ثروات يبغون يتبرعون في مشاريع مفيدة للبلد، بس ما في قنوات استثمار كويسة. موجودة قنوات بس أنها محدودة جدا، لأن واحد مثلا يعني مثل قانون هذا تشريع شركات غير ربحية، لو واحد مثلا عنده فكرة يبغى يفيد فيها المجتمع بس محتاج تمويل، بس ما يقدر يحصل على التمويل بشكل غير نظامي، فيأسس شركة زي هذه ويطرحها على رجال الأعمال أو اللي عنده أموال اللي أو يبغى الخير للمجتمع في جزء معين منه، فيطرحها عليهم ياخذ التمويل بشكل نظامي ويشتغل فيه ويتوسع الموضوع بشكل ما تتخيله. إذن التشريعات اللي تتحدث عنها أستاذ محمد اليوم راح تأسس لقطاع خاص قوي، راح تفتح فرص استثمارية أكثر. بالضبط. لكننا نحتاج النظر إلى هذه التشريعات، إقرار قوانين أفضل. جدا طبعا. لأن الحين في عندنا طبعا موضوع يطول أكثر، بس أنه أنا أفضل ودي أنا المؤسسات الحكومية أو أتمنى يعني أنها تخفف شوي من مشاريع التدخلات الحكومية اللي هي قاعدة تسويها كويس في مبادراتها، وهذه تخفف شوي منها وتركز على التشريعات، لأن الدور هذا موجود عندها. يعني معنى المفروض ما يكون موجود عندها التشريع، ما يكون عندها التنظيم والمراقبة، بس مدام عندها دور التشريع تركز على هذا الموضوع. المبادرة إذا كانت جيدة ولها أثر، أثرها بيكون محدود مقارنة بالعكس. لكن المشكلة إذا كانت المبادرة كلها PR، هنا مشكلة. لا خليها بعض الأحيان تكون مفيدة مش PR، بس المشكلة أن إذا كانت للخارج واستخدمتها قوة نعم أنا ما عندي مشكلة، لكن المشكلة PR ومبادرة وما في نتائج، هنا مشكلة. أستاذ محمد السويد الخبير المالي، شكرا جزيلا لك، أنا شاكر حضورك معنا. الحديث كان عن مبادرة مستقبل الاستثمار،
أبرز الصفقات التي تمت فيها انعكاسها على الاقتصاد السعودي. فاصل ونعود. حياكم الله مجددا. الكثير يعتقد أن التسويق هو تصريف لمنتج شركة أو عملية بيع فقط. التسويق أكبر، معناه أوسع من هكذا بكثير. تحتضن الرياض منتدى التسويق الأول لتسليط الضوء على أفضل الممارسات والإنجازات في فن التسويق. تابعوا معنا هذا الفيديو التعريفي عن منتدى التسويق الأول، ثم أعود مع ضيفي في الاستوديو للحديث عن هذا المنتدى. نتابع. للتسويق دور كبير في النمو والتقدم، ولأننا في منتدى التسويق الأول نهدف لتطوير وتنمية المحتوى التسويقي السعودي، جمعنا لكم خبراء ورواد التسويق والمتخصصين فيه تحت سقف واحد لنقدم جلسات وورش عمل ثرية تسلط الضوء على أثر التسويق في كافة القطاعات: التسويق الحكومي والرياضي، نمو القطاع الخاص وأثره على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الطلاب وطموحاتهم، والعديد من الجلسات والمحاور. نسعى من خلال منتدى التسويق الأول لإبراز دور التسويق في تحقيق رؤية 2030 ليصبح السوق السعودي بيئة جاذبة للإبداع. الدكتور يوسف الرشيدي، رئيس مجلس أمناء منتدى التسويق الأول، ضيفي في الاستوديو للحديث عن منتدى التسويق الأول. أهلا بك دكتور. أهلا فيك. شكرا لك لبيت الدعوة. الله يسلمك، شكرا لكم لاستضافتنا. حياك الله دكتور. يمكن احنا شفنا الفيديو التعريفي قبل شوي اللي عرج على المنتدى، لكن حاب أعرف منك تفاصيل هالمنتدى، فكرة المنتدى، أهدافه، وش النتائج اللي تتوقعون تحصلون عليها؟ وشيء الله يعطيك العافية وشاكر ومقدر على الاستضافة. طبعا فكرة منتدى التسويق الأول يعني إحدى مبادرات جمعية التسويق اللي هي تحت التأسيس. الهدف الرئيسي من المنتدى أصلا أن يكون يعني أن يسلط الضوء على دور التسويق الحيوي الفعال في تنمية وتطوير كافة القطاعات. يعني كثير من الناس تتكلم على أنه والله التسويق محدود ما له حاجة، لا، دور التسويق أصلا يبدأ من الفكرة وكيف تتطور الفكرة وكيف تقدم كيف تصل للمستفيد الرئيسي. فكل قطاع في البلد أصلا يعني متأثر بطريقة أخرى في التسويق. فمن خلال المنتدى احنا سلطنا الضوء على عدد من القضايا والقطاعات الكبرى من خلال يا جلسات يا أو متحدثين رئيسيين. فالهدف الرئيس من المنتدى هو إثراء المحتوى التسويقي السعودي والعربي. احنا يعني يمكن انا احد المختصين واعاني من مشكله ان اردت مرجعا عربيا ما حصل، يعني غير ان انا اكتب الابحاث للاسف باللغه الانجليزيه. المنتدى راح يكون التوجه فيه مختلف تماما، كل ما يقدم تحت سقف المنتدى خلال اليومين القادمين 28 29 اكتوبر راح يكون في اللغه العربيه الصرفه، لن تستخدم اي كلمات، بل راح نستخدم اسلوب زر احمر لكل من ينطق كلمه انجليزيه. في بز يعني في بز رسمي على، وهذه بز مثل ما راح نستخدمها راح نكتب بز لو تقولها في الفكره. التسليط على محتوانا، محتوى السعودي غني جدا، احنا مؤمنين امام تام من السوق السعودي سوق كبير ضخم جدا في المنطقه وعالميا. اتوقع اثر التسويق فيه كبير جدا، واللي يرى اصلا الرؤيه 2030 ومبادراتها وغيرها يعني جزء من العمل اللي قاعد يتم. التسويق له دور رئيسي أصلا في إيصال هالمبادرات للمستفيدين الرئيسيين. نعم. يعني تنوع الجلسات يعني إحنا تعمدنا فيه إنه يرضي كافة القطاعات ويرضي حتى فضول كافة المختصين في التسويق، فتنوع كبير جدا. يعني عندنا جلسة تختص فقط في التسويق الرياضي، خاصة هذا قطاع حيوي مهم ضمن أجندة رؤية 2030، فراح نسلط على إيش هي التحديات وإيش الفرص الرئيسية اللي موجودة ومستضيفين فيها نجوم من المختصين في قطاع الرياضة، بالإضافة إلى الفاعلين والعاملين في القطاع. عندنا شيء أهم بعد، يعني ما هو بأهم لكن بنفس الأهمية، اللي هو دور الجامعات في تطوير مناهج التسويق، وكيف هالمناهج الآن المطروحة داخل جامعاتنا
السعودية تتماشى مع متطلب متطلبات السوق السعودي الأصيلة. يعني أنا ما أبي أخرج لي مسوق أو مختص تسويق يعني أفضل تعبيرا يكون بعيد عن ما هي الجدارات والكفاءات اللي داخل السوق السعودي. نفس العملية إحنا رحنا أبعد من ذلك إلى التحول الرقمي وأثره على التسويق، أو بالعكس التسويق وأثره على التحول الرقمي، كيف خدمتنا التقنية المتطورة الآن في البلد بشكل يعني كبير. وقيس عليها جلسات كثيرة التسويق الرقمي والمشاريع الصغيرة، يعني مشاريع صغيرة الآن صارت كلفة التسويق بالنسبة لهم قليلة جدا، يعني مقارنة في الكلف اللي قبل كانت تتحملها أي صاحب بزنس إذا بغى يطلع مباشرة يبدأ يصل إلى المستفيدين من منتجاته. الآن الوضع تغير جدا، يعني الحين صارت العملية من جهازك اللي في يدك ممكن تطلق أي حملة كانت بتكاليف محددة أنت تحددها مسبقا. فهنا إحنا يعني من خلال المنتدى ودنا يعني نحط إيدينا ونسلط الضوء على أكثر من قطاع وأكثر من جهاز. طبعا لا نغفل أكثر واحد أهم القطاعات اللي الآن تتصاعد أهميتها في البلد اللي هو قطاع السياحة والترفيه، راح يكون له جلسة مختصة في المناقشة بالضبط التسويق كان له دور فاعل في تطوير هالقطاع، وش الخطط المستقبلية لهالقطاعين، هالقطاع الحيوي، وكيف ممكن راح يستخدم استراتيجيات تسويقية جيدة لإظهار ما يقومون فيه كانت أعمال سابقة ولا حالية ولا مستقبلية. طيب دكتور، يعني أنت تتكلم عن إثراء المحتوى العربي، اليوم أي منتدى أي مؤتمر تحضر له دائما تنتهي علاقة الأشخاص بالحضور والاستماع، تكوين أو تعزيز شبكة العلاقات من خلال المنتدى وتطلع. اليوم أنتم في منتدى التسويق الأول، وش الخطوات اللي راح تسوونها اليوم من خلال المنتدى لإثراء المحتوى العربي في 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 مجال التسويق؟ احنا عندنا تحديات اليوم بسؤال، عندنا تحديات في موضوع أخلاقيات التسويق، عندنا تحديات في فهم الثقافة، عندنا تحديات في تطبيق مفاهيم التسويق وأدواته السليمة، والتحدي الأكبر انه هل في مختصين بالفعل هم اللي يديرون دفة التسويق في 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 أعمالهم سواء شركات مؤسسات او حتى أعمال خاصة؟ خلني أبدأ من يعني نهاية جملتك، في مختصين، في أكاديميين الآن ومهنيين بشكل كبير سعوديين وفاعلين في السوق ولهم أثر واضح، في شركات ناشئة الآن بدأت ما شاء الله وماسك السوق، خاصة الديجيتال ميديا ماسكين مع اللي هو التسويق الرقمي بشكل كبير، بالإضافة إلى التركيز كثير أن هؤلاء هم الحين كتاب المحتوى ومطورين المحتوى. ما في شك الناس عن تسويق عبارة يعني يمكن لو أخذ له مرادف ثاني أتكلم عن تسويق أساسا المحتوى، أيا كان المحتوى رقمي نصي يعني مرئي مسموع، المحتوى هو الأساس. وهذا اللي قاعد الآن يعني في توجه كبير للمختصين في قضية أنه والله التركيز على المحتوى وتماشي المحتوى مع الثقافة المحلية. يعني بعض الأحيان طبعا في شطحات في الإعلام وغيره من وقت لوقت، لأنه ممكن أن الوكالة الموكل لها الأمر أو الناس اللي شغالين على الأمر يكونوا بعيدين عن الثقافة، فتلقى تبدأ إسقاطات ثقافة خارجية على الموضوع، فما يصير قريب أصلا ويصير لها أثر مباشر على المواطن، ممكن يبدأ يركز على الاختلافات اللي باينة في بعض التجارب. احنا في منتديات كثيره فعلا تقام وتنتهي العلاقه بعد انتهاء المنتدى وانتهت القضيه. احنا اللي راح نسوي فيه يعني من خلال قنواتنا الرقميه للمنتدى راح نبدا ما بعد المنتدى نبدا نفعل اثراء المحتوى. طبعا المحتوى اللي راح يطلع من المنتدى راح يكون محتوى ثري قوي جدا، وكميه الجلسات نتكلم عن 8 جلسات، نتكلم عن 5 متحدثين رئيسيين، نتكلم عن 7 ورش، نتكلم عن فعاليات مصاحبة كثيرة، نتكلم عن معرض مصاحب كبير، نتكلم عن تبادل واجتماعات خبرات أركان استشارية، كم المشاركين في عيادات؟ ما هي عيادات، عندنا ركن استشاري 8 مختصين كل يوم. كأني قريت عيادات الاسم صراحة جاذب، موجود هي. شغالين عليه مجموعة من الأخوة بالخارج، لكن اسمه عندنا في المنتدى اسمه الركن الاستشاري. طبعا على اليومين عندنا 8 مستشارين يعتبرون من أفضل. طيب اسمح لي أخذ منك تفاصيل عن هذا الركن تحديدا، الاستشارات يمكن كثير من المهتمين في مجال التسويق
قد يرغبون في زيارته خلال الأيام القادمة، لكن بعد الفاصل. حياكم الله مجددا، نواصل حديثنا عن منتدى التشويق الأول الذي تنطلق فعالياته يوم الأحد المقبل بإذن الله في مدينة الرياض. معي للحديث حول هذا الموضوع الدكتور يوسف الرشيدي، رئيس مجلس أمناء منتدى التشويق الأول. دكتور، قبل الفاصل كنا نتكلم عن الركن الاستشاري، هناك عدة أسماء، خبرات واسعة في مجال التسويق. ما الذي يقدمه هذا الركن اليوم لرواد المنتدى؟ الركن طبعا راح يقدم استشارات رئيسية في أكثر من جانب. مثلا عندنا والله مختصين في العلامة التجارية، عندنا مختصين في التواصل، في مختص في قضية استراتيجيات التسويق وخلافة من تخصصات وذن التسويق. هؤلاء راح يقدمون استشارات واحد لواحد، عبارة عن تحجز 10 دقائق وتقعد. طبعا هذه الرسالة للي إن شاء الله راح يحضر المنتدى من شباب أعمال توهم بادئين مشاريعهم، أشخاص لديهم أفكار ودهم يطبقونها تجاريا، بالإضافة إلى أعمال قائمة، أن يحضر الأسئلة اختصارا للوقت والاستفادة من طبعا المستشارين والمستشارات من النجوم اللي عاملين ناجحين ومستشارين ناجحين في السوق. فأتوقع يعني 10 دقائق تضاهي ممكن 2 أو 3 مع أي شخص في الخارج. فكل ما سار في إدارة للأسئلة بشكل يعني أسرع راح تكون الاستفادة إن شاء الله عالية. فالركن الاستشاري معولين عليه راح يكون تقريبا لمدة 2 يوم، وكل يوم له 4 ساعات من 2 إلى 6 إن شاء الله. أنتم أطلقتوا مبادرة تجاه الركن الاستشاري، أعلنتوا فيها أنه في مجموعة من الطلاب، هي طبعا فيها تكلفة ولا لا؟ فيها تكلفة عالية جدا أصلا علينا يعني، لكن إحنا يمكن أشمل من الركن الاستشاري يعني إيمانا من إدارة المنتدى وجمعية التسويق اللي تحت الإنشاء بضرورة تنمية مهارات الطلاب والطالبات وتطوير خبراتهم، راح يتحملون تكلفة 200 طالب وطالب لحضور المنتدى على مستوى اليومين. فيعني أهلا وسهلا فيهم. أتوقع اليوم المشرفين على المحتوى ومشرفين على موقع اللي هو معرف تويتر للمنتدى أطلقوا المبادرة وأطلعوا رابط تسجيل للتسجيل. هذه أطلقتوها أنتم اليوم؟ أطلقت اليوم. وانت تأكدها اليوم معنا في البرنامج؟ أكدها إحنا أبد، ممكن أن نزيد الرقم إذا ما إذا اضطرينا لهالشيء، من باب أنه يعني ودنا صراحة نستوعب كل طلاب المملكة، ولكن المكان محدود وصعب اصلا ان يعني نستضيف كل الناس حتى المهتمين. في بعض الحال راح يتوقف التسجيل بعد يعني ممكن ساعات. وانت تتكلم يا دكتور، انا قاعد يطري في ذهني فكره، اذا كانت يعني مواتيه لكم قد ترى انه يعني هل من الممكن ان تكون هذه الفكره؟ نتكلم عن الاستشارات اليوم، احد التحديات اللي عندنا ما عندنا محتوى، مصادر المعلومات في جانب التسويق دائما هي باللغه الانجليزيه. هناك كثير من الشباب اللي بيبغون بدون أعمالهم لكن ما يعرفون وين من وين نقطة البداية اللي يبدأ فيها. هل من الممكن أنه هذا الركن يتحول إلى منصة اليوم خلنا نقول تطوعية انطلاقا من منتدى التسويق الأول، لو على الأقل تقدير في أوقات محددة لرواد الأعمال أو غيرهم؟ ما في شك أنه أصلا المنتدى والجمعية كلها عبارة عن بالنهاية صحيح. متى ما أسست هي عبارة عن جمعية نفع عام، ما هي ربحية أبدا، وفيها المبادرات كثيرة وفيها الأنشطة اللي قادمة هم كثير. يعني إحنا ما بعد المنتدى راح نقيم عدة ورش عمل لجمع المستفيدين، اللي استفاد من المنتدى، اللي لم يستفد من المنتدى، اللي شارك في المنتدى، من باب يعني تجديد وتحديث المحتوى وإضافة أفكار جلسات ومحاور للمنتدى السنة القادمة إن شاء الله. فخلال هالفترة قطعا يعني راح تطلق عدة مبادرات، منها ساعات استشارية وغيرها من باب خدمة هالشباب. فما في شك أن الشباب يعني إحنا المبادرة بتكفل مصاريف الشباب، لأن إحنا راهم أصلا هم مستقبل السوق. نعم. رسالة أخيرة يا دكتور يوسف حول المنتدى. أنا أقول أن المنتدى يعني ما وجد إلا لدعم
قطاع التسويق وإثراء المحتوى فيه، ما هي إلا المبادرة أولية والقادم بإذن الله أجمل. أنا أدعو يعني الأخوة والأخوات في قطاع التسويق من مختصين ومن مهتمين ومن مهنيين وأكاديميين وطلاب، الاهتمام في التسويق وتطوير مهاراتهم، وندعوهم دعوة عامة يعني إن اللي ما حصل له الفرصة إن يشارك أو يدخل يتابع حسابنا ويتابع موقعنا للطبع للبرامج. طب التسجيل متاح لازال؟ التسجيل متاح نعم إلى بكرة إن شاء الله. فاللي ما حصل له فرصة أو له ظرف أو إنه يكون في مدينة أخرى يعني لعل إن شاء الله يقدر يعني يتواصل معنا ونقدر نوفر له شيء من المحتوى يعني في القريب العاجل بإذن الله. هذه جهود يعني أقل ما يقال عننا، نتمنى لها كل النجاح والتوفيق. الله كل هالعمل هذا يعني إحنا بالفعل كإعلاميين يمكن عندنا شوية معاناة على بعض الرسائل اللي دائما تظهر بالتسويق، لكن المسار اللي يتخذ من قبلكم دكتور يوسف من قبل الكثير من المختصين في مجال التسويق إحنا نرى أنه يتخذ مسار صحيح إن شاء الله بإذن الله في قابل الأيام. بالنسبة لنا سنكون داعمين بكل ما موثينا بكل أدواتنا اللي موجودة، كل التوفيق لكم في المنتدى وللمهتمين. هذه رسالة أخرى، الدكتور يوسف قال أنه إلى غدا سيكون التسجيل متاح للمهتمين، تستطيعون متابعتهم عن طريق حساب المنتدى في تويتر أو عن طريق منصات التواصل الاجتماعي الأخرى للتسجيل. MAFFKSA أكيد. دكتور يوسف الرشيدي شكرا جزيلا لك. بذلك نصل لنهاية حلقتنا اليوم من يهال. إلى اللقاء.